مين الظاهر؟ استني ديما دي على اثنين، ديما على اثنين اللي نعملوها الظاهر. هاي مش ما تطيحلكش البط وراي كبير هوني هكا ولي على روحك تو نكمل كل شيء. استنيني برك لحظات قصار دي المكان باش نخرجها نفرش لك الدار كل اليوم فيديو فرشان الدار. هاي بسم الله بدينا وعني بيصلينا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صبحكم ورد وفل وياسمين وبنين وفيتامين ونهاركم أسعد الأيام. اليوم يا صديقات فيديو باش نخمل فيه دار أمي، باش نشوفو كيفاش باش نفرشها لها، ننظف لها شويه لازم يتنظف نخليها لها دافيه تهبل. وهاكم معايا حصيلو في الفيديو يسال عليكم الخير. ماما سالوا عليك الكل، راهي لعبات تسال عليك وعلى ركب تد وغطيهم كيفاش هكا هبطت دموع قال لي امك صبوره برشا. يا صح نستورهم نهار الجمعه هاي يوم تدعي لكم وش قولي لهم يوم ربنا يعطيكم بالقبول ويقول لهم محبة الرسول قال الله يسترقهم ويبقى عليكم الصدق وبارك الله فيكم يمتعكم ان شاء الله يمتعكم بالصحة والعافية ان شاء الله يا ربي. خلينا نكمل. هاي كوراج البنات، كوراج البنات. اي هاكم معايا حصيلو في الفيديو اليوم. ولا لا؟ كناف كبير ولا صغير؟ لا لا مش هتلبس. مش نعمل بيه الطاولة نتاع الماكلة البلاستيك. ما عندكش نتاع العلوش ونتاع العلوش نتاع العيد. شوف انا شنو نتاع عندي واحد نستعمل فيه في رمضان فوق الطاولة. ايه والهم هاي قولي لي وين غنمشي نجيبها؟ قولي على روحك انت غنمشي نجيبها. راه تحت الدبش باش نلبسو نقول لا لا قولي لي وين غنمشي نجيبها من غير ما ندخلك الدنيا بعرض. هاكي شفتي الكاردونة شفنا المعلاق العين الكاردونة ورا المعلاق فوق منها دبش فرشات واحد نحيه وتو تلقيه فمك باه. بنات شوفوا تغييرات كبيرة. شوفوا شنو باش نعمل من غير باش نحي شليتك ماما شنو منها نطاد لازم تتفرش وكا المكات الكحل فطيت. اي فطة تو نجيبها تو نجيبها وهذيا نحيها. اي تو نجيبها باش نبعد حتى السرير اصلا. باهي نجيب كيفاش نفرش تو. هزيت الزربي ها الفرش باش تفرشيها تو. اي ها الفرش بان. اي شي شي من بعد ما نعمل كل شيء ما يبان حتى شيء. لا لا باين. هاي جي شوف والبني باين. اي ودي باش نفرشوها الثاني نفرش الدار على البرد نقسمها على اثنين ونخليها كامل. اي اي اقسميها معناتها نعمل تحت السرير انت. اي اي ها خليها هكا يعني تقضي. اه تجيك برشا راه نحلها خير. اي لا حلي خير. باهي هاني حلتها لك هكا. المهم القاعة اللي انتم فيه لا يلزمك تعملي الاخرى فاتن بنتي بحذاها حمرا.
عاملي هذيك الحمراء ومفضيها وعمليها باش تجي قد قد هي وفي الفريش. لا يا ماما اقعدي تشوفيها كيفاش باش تجيك. ولا اثنيها. لا لا تشوفيها كيفاش. ولا ياسر ولا ياسر. باش ما عادش لا لا باش ما عادش تعفسوا في القاع تنخرج. باش ما عادش تعفسوا جنة ما عندكم عندكم الهواء ما عادش يطلع. البرد ما عادش يدخل. شوفي فيا تو. اي راكي تفرشي تو. باهي. جت قد قد ديما من هنا والاخرى تدخل في الشيرة الاخرى دوري معايا شوفي شوفي فيها من بعد فيها اي باه تو باش ندخلها تحت السرير ها هاي جت بالضبط سبحان الله خلوقت الشير هاد حتى نفرش رياض خويا من هنا باين انا من هنا هيا كي هزيتي تول واحد الفرش شفتي كيف جت قربي الحيطه تشوفيها هي صوري لهنا الجنب بديت تشوفيها كيفاش هي جت بالضبط هاوي استني بعد من هنا شوي نستواها ويا البنات والله ماني عارفة كيفاش المنشلكم الدنيا باردة 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 وقمت بعدت على الحس ودخلت في بلاصة ما فيهاش برشا معناتها برشا نفس ولا دفاء في بيت الحصيل وملا برد قولولي جا عندكم الطقس نحن باردة 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 بشياح عرفتوا كالطقس البارد أما هو شيح البارح صبت مطر ما شاء الله واليوم نهارين عندها المتلوي برد يقلص تسمعوا بيه البرد يقلص يقلص أما نحن البرد عنا يضرب في العظام نبدو نحسوا العظام متاعنا كلها توجع حشاكم من البرد ربي يبقي علينا وعليكم الستر وإن شاء الله نسك كلها دافية وإن شاء الله نسك كلها كراكشة في ديويريتها هنا قلت خليني نفرش الدار كل الماما حال برد شتاء لقيت الحيوط كلها باردة الحقيقة وزيد دار أمي الدار اللي تسكن فيها معناتها برشا قالوا لي فاتني أخي قالوا لي أمي ما عندهاش داري أخي ما أنا كارين ما عندهاش ملك والملك لله أما كارين هذه عملت لها الحس روعة شديت الحس روعة على الحيوط لأن هي ما جاتش بحذاها مثلا دار أخرى ولا حاجة ولا حيط باش يدفاه هي منها الهواء مسيب فتبدا باردة برشا هنا شدت الزمن الجميل ضم الحسره نتاعنا منهم واحد عطتها لي ماما عندي هنا في الدار وليت عملت لهم هكا مسامرات ثلاثه كل واحده شديتها بثلاثه مسامر اصلا هما توا بالبنك والسرير باش يتشدوا وباش نكمل البقيه بالحق يا البنات ما تصوروش في بالكم قديش نشيخ على الزمن الجميل على الأجواء البسيطة الطبيعية قديش عطت منظر قديش ذكرتني بالحق بصغري كنا في دارنا قبل نبدو عاملين هكا الحسراوة على الحيط وفرشين زادة في القاعة حسراوة ها وما زلت راهو البنات هنا باش نمشي نكنس البارتية ذيكا شوفوا هناك حطيت زلت ما بانيتش ما زلت ما كملتش طب تشوفوا كي نكمل حضر الحسراوة ما فماش خير منهم وحتى الكولور هوني طالعة على الزربية ها شفتوا يعطيني الصحة قولوا لي ديما قدادة فات عندي رياض خويا في الشتاء يركش كان في الصالة يحب البلاصة اللي فيها نفس يرقد فيها هو وماما يعني يرقدوا مع بعضهم كانت تربط في بيت النوم بيت النوم معناتها في السرير الكبير هذاك وعندها معناتها فرش هدفي وكل ولد حتى يونسوا بعضهم رياض وماما وزيدا كي نجي هنا معناتها الناس كلها هكا نفرشوا ونرقدوا مع بعضنا هنا كيما شفتوا معناتها الالوان المتناسقه مازالش حطيت المهم ندفي انا المهم الفريش كثروا الفريش في الشتاء هذيك هي الاجواء اللي نحبها بحكم انا زادة والده في الشتاء ستة
والله يا البنات ما عادش عامله لي كيليبر بالحق. اللي تصوروا انتوما راهو دار وبرا وشارع كل حاجه، معناتها راهو الريتم ما نقصش هاني في المتلوي، وريتم بيدو يمكن اكثر، يمكن قوى في المتلوي. باش نبدا هنا وغاديك ومن غادي كل شيء هكا جري في جري، شيء معناتها ناخذ عطله من الدنيا كل. اما ما عنديش وقت للعطل، ريتو انا انسانه ما عنديش وقت للعطله، عندي برشا هكا حاجات نعمل فيهم كل مرة هكا، حاجات ما تنجموش تأجلوهم. كيما تو مرضت ماما، معناتها المساج هذايا والكل يلزم على الأقل تبدأ تلقى الكليمال فافورابل، كيما نقولو نحنا المناخ المستحب ولا المحب، تعيش معناتها بأقل تعب، بأقل مثلا برد، بأقل مجهود في كل حاجة. فالحقيقة هاني نحاول، معناتها كي نشوف أي حاجة هكا ولا هكا، ما هوش بالمزية راهو البنات، والله بالحق ورحمة بابا، مش معناتها خاطر واحد يتكلم يقولوا كيفاش، يسكت يقولوا كيفاش، راهو الإنسان ينقل في حياته العادية طبيعية اليومية اللي نعيشه ننقله لكم. ممكن هذاك علاش معناتها حتى كان يثير هكا بعض من التساؤلات ولا علاش ولا كيفاش، عادي بما انه اي حاجه طبيعيه اكيد باش تكون طبيعيه، يعني مش باش تكون هكا مريقله 10 على 10. فتلقوني ديما هكا، معناتها نقول نهاري يلزمني نشارك معاكم كل ما فيه، اي حاجه باش نعملها نبدا نخطط، مثلا باش يبدا عندي برنامج في راسي نقوله لكم نعمله معاكم خطوه بخطوه. البريود هذه معناتها كيما عارفيني معناتها في البلاد والكل، هاني بين أمي بين دار دلال، يعني كل مرة حاجة. صحيح برد برشا معناتها في الخرجة وفي حتى التنقل من بلاصة لبلاصة يمرض ويتعب، وماذا بينا نقص الكونتاكت كيما عارفين توا فترة هالوباء هذه، ربي يفرج علينا أجمعين. توا جيت لك الطاولة هذيك ديما موجودة في الكوان عند ماما، نحيتها من غديكا وش نحط فيها جيراني. أنا قلت لكم راهي الصالة عندنا احنا هي بيت المعيشة، يعني هي ونقعدوا، هي ونتلموا، هي ونرقدوا، هي ونسهروا هي وناكلوا زادة، تحلى فيها القعدة هاني، وخاصة في الشتاء. كان جا صيف رانا البر، رانا قاعدين في الحوش ملموين في الحوش، أما إنه شتاء دفي ونظف وامسح وشعل البخور. شوفوا البنات وبدتي مقاتي خنبخروا بالكلاتوس والخزامة، يعني حطيت في البيت برد المتلوي، بردت بالرسمي، هاني ما زلت نكمل، احنا باش نكمل نفرش هذا نشوف فيها شوية هنا. شوف كم عليا قال لي توا مني كعب بريك، مش باش توا نعمل لك كعب بريك. وقال لي اعملي حتى عظمة، وهاني عملته وانا ما عاد نوصل بصل، باش نمشي نقصهم توا حمصني جاي صدقوني حمصني توا. شوفوا شي حب في اللقطة 90 انا لاهي النظف هو جاني فاتنا عملي، هاني نقلي في الدجاج باش نحطها في البريك، يحب بريك بالدجاج. هذا بصل ما عاد نتو نقد له فيها الدجاج هاكا غادي تسيب. صايي وين ما حضرت انا كان رقدت. تسمعوا البنات ما تكون عندها خوكي، وانا خلطتها ما قلت ان شاء الله نزيد. هذا الغاز مازال باش تنضر. هنا الدجاج قاعد يتقلى، يعني حطيت ملح وكركم واحد في البريك، باش نحط شو هذا الطبق الجاي؟
انا مانيش فاهمه حاجه، ماني فاهمه الرجال علاش كل حاجه نعملوها احنا في الدار ديكور ولا هذا ما هيش مبج. المبجل هي الكرش يدخل يدخل ماذا بيه راهو نهار كامل كان فايح والشاوي ها اللي نعمله معناتها للدار ولا تزيين ولا قدين ما يخزرلوش، هو حاجه عاديه شوفه كيما الرجال الكل. يز كول ها فما فما في كول ها مزيان ها اعطيها يما اعطيها وراه عجبني الباقيت مش ولا ما يعمل لي حد شيء ما يعمل لي حد شيء قال لكم باقيت ناكل باقيت ما تعمل لي حد شيء زري خل نعملهم مره واحده البريكيت انا قاعده نقلي قاعده نقلي من تخرني الرياض خوي نيك النوع نتاع رجال كي يروح للدار يلزم يلقى فطور وحاجه يا خويا ما تحب كعبه باهي هاي قاعده تطيب قصوا عليها على نار كيف وبرد شفع شوف كعبه البريك ما شاء الله اهو يا البنات ودكم ولا شيء وش راح قاسمكم في الجنة هيا بدو تشوفها ذوقها بعدين احكم هاي كعبه يا سلطان هاي كعبت رياح لازم بالله تطاح الشارع هذه مو لازم يغضبني وشي بيضه ما يسالش مش باه مش باش نضاح ماك ما تحبهاش محروق ومزيت اللطف يا ربي برا خليها تبرد شويه وكولها صحه وبالشفاء كل الكلوف واش قولك فيه ها وريها للجمهور هاي خير من الوسط من الوسط ها وين فضلوا سيدي بسم الله القارس ديما موجود ومحنا هالبخور توا شجعتها شجعتها هاو عرعارها ومنعرفشني بخرت الدنيا هكاك حل رجليه هات ونعطيك انا باش تركبلي المطرك هيك تو مني اجبر هك هكك تري بيان اجبر صحيتك تو نشد الطاو اش تلصق وتلصي هذا ونجيك شد لك الطاو شحط ريا هكك زيد زيد شوي هكك على الاخر ايش بدي لما يتقطع شمشي هاي رياض ها شحطه ديما ديما الريدو يبدا مشحط ديما شحطه الغال ديما شحط ما هي البطالة برا برك مش عاد ترخف فمشي برك فمشي هاني معاه هاني بجنبك انا كفم حاجه تو شفتك هاو سكرت الشباك من هنا هذا هي مال العصا دي تعرف بالبه في حد شيء وتقد الريدو لحظه برك أمي جاي هنا تسكر مش كده لا تنعرف تنعرف بلا بس تسكر مربوط الخيط مربوط الخيط من فوق في الوقت وكما شفتوا البنات بالامكانيات البسيطه هاني عملت الريدو هذي صحيح انا هنا عملته بالمسامر اكل كروشيه ديك الصغار هذوكم باش تقولوا لي فاتنا علاش ما عملتيش بالشنيون ما عندناش ما نعرفش ما فماش معناتها حد نعرفه عنده حاجه اخرى ديجا المنقوبين هذوكم الحفر الكبار راهو كي جينا للدار معناتها كريناها نلقوهم هكاك
مش منا نحن. ف على خاطر الوقت ما نجمناش معناتها نستنوا اكثر على البرد، حطيناهم هكاك شدينا رواحهم والكل، هو انهم زاد يدفوا الدار حتى ياتي ما احسن. خممت اني نخرج برد برشا وش باش يجيب شنيور، ما نعرفش حتى حد في البلاصه معناتها، ولا نعرف حد عنده شنيور. راني جبت وراني نقبت وعملت الريدوات ركحتهم بالكدا، ولكن حتى هكاك كيما شفتوا الشباب قاعده تتحل، يعني الشباك يتحل ويتسكر. المهم الدفء بالنسبه لي احنا، خاطر ديجا باب الكلوار محلول، باب الصاله محلول، والدار مهويه وشباك كوجينة يعني كلها فيها كوراندير معناتها تحل على بعضها. ذاك عليش قلت خليني نعمل حاجة منظر مزيان ونظيفة. وكم شفتوا كيف الجاري دوم سطر رياض خويا هبلتو أعمل هكا قد هكا استوي، ورياض مش عاجبه ماذا بيه يمشي يرقد. هذاك اللي صار مش يرقد. هنا جبت الطويلة هذية البلاستيك جبتها بجنب التلفزة حطتها لهم، قلت لهم هاوين اللي هنا باش ياكل يعود يقعد على الطاولة هذية، وحطيت معاها الكراسي وكملت قضيتي. وشوفوا الريزلت ماما هنا هاي راكدة، دخلتها كملتها نفرشت هنا، حطيت هنا جريري زوز باش ما نلقاش البلاصة هذيك فارغة. فما سرة ما حبيت نحط عندها جريري هذي التلافزة. هنا باش يرقد راهو، باش يرقد رياض بعد ماما يرقد هنا باش تدفى، خاطر الدنيا باردة. طلعت هلقلي الريدو هنا على الأقل راهو الريدو ينقص من الهواء. يا الله محمد هنا الوقت غاديكا الطويلة هذيا ديجا مازلت نكمل نتاع يعودوا ياكلوا عليها كي يحبوا يقعدوا هنا. وهذه الريشو، هذه هي التخميلة البسيطة وعلى السريع على ما قديت وعلى ما خلطت. ايش قولكم؟ منا شوية بخور هوني ماما ردت وحطت لها ماما بريك وصلاتة وشرب بنية باردة. عملنا فطور رمضاني ونودوكم ونشاهوكم وشاء الله قسمكم في الجامعة. هاي ماما ابدي بسم الله الإضاءة لا علاقة، الإضاءة لا علاقة. ديما كي تبدي قاعدة بخري هكاك باش تشد فلك الدار. وتو الشباك ما يتحلش ولا يتحل؟ يتحل بالعكس، تو هو ولا يتحل. تجبدي ريدو منه ريدو منه تحيد. ماما تحب الخبز هذايا. لا لا كولي كولي صحة وبشفاء كولي ماما قالت لك. لا لا تو ناكل باقيات انا. قلت ماما كولي كولي كولي.